للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا سيد جيم تاونسند، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق من واشنطن. أهلا بك سيد جيم. إذن الولايات المتحدة تقول إنها حتى الآن ملتزمة بالحل الدبلوماسي، لكن إسرائيل تؤكد نيتها على مهاجمة إيران ولا تقدم أي ضمانات حتى الآن بعدم توجيه ضربة للمنشآت النفطية أو النووية الإيرانية. كيف ستؤثر هذه الضربة إن حصلت على مسار الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ من المرجح أنها لن تؤثر على الانتخابات الأمريكية كما نظن، وهذا لأن الانتخابات الأمريكية حاليا شبه محسومة، ليس هناك من الناخبين غير الملتزمين. أنت سوف تصوت إلى ترامب أو إلى هاريس، ما حصل خارج هذا الأمر لن يغير الآراء بشكل كبير، ولكن سوف يحرج الرئيس بايدن وفريقه ربما، لأنه سوف يظهر أن إسرائيل هاجمت هذه المنشآت على الرغم من التحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم القيام بذلك. فإذا استمرت إسرائيل بهذه الاستهدافات سوف يكون هذا محرجا للرئيس بايدن. ولكن زيد جيم، يعني ضرب مراكز إنتاج وتصدير النفط الإيراني يعد طبعا كارثيا على أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي سيكون له تداعيات على ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا سيؤثر على ربما يعني قرار الناخب الأمريكي الذي بحسب استطلاعات الرأي حتى الآن يثق أكثر بقدرة ترامب على إدارة الاقتصاد أكثر من كمالا هاريس. هل ستجازف إدارة بايدن بالسماح بمثل هكذا ضربة وتأثيرها على الانتخابات؟ أظن أن إذا إسرائيل قررت مهاجمات المنشآت النفطية في إيران، أظن أن تداعيات ربما سوف تؤدي إلى إصدار النفط من المخزون الأمريكي على المدى القصير على الأقل لمساعدة في التصدي لأي تغير في الأسعار. نقطة أخرى سوف تكون ربما الانتخابات قريبة جدا، وأظن أن تأثير زيادة الأسعار في النفط لن يشعر بها الشعب الأمريكي لأسابيع على الأقل، وأظن أن الأمر سوف يطلب وقتا أطول لأن تصل التداعيات إلى أسعار النفط والوقود والأمور المشابهة. فأظن أن هذه نقطة مهمة، ولكن في الواقع لا أظن أن المستهلك الأمريكي سوف يشعر بالأمور بسرعة المتطلبة للتأثير على الانتخابات. الولايات المتحدة سيد جيم تقول بأنها ملتزمة كما ذكرنا بالحل الدبلوماسي حتى الآن، على الأقل على لسان مسؤوليها وزير الخارجية ووزير الدفاع، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكنها في المقابل تبارك كل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل والاغتيالات الأخيرة. كيف يمكننا أن نفهم الموقف الأمريكي، موقف إدارة بايدن بالتحديد، من كل هذه التطورات التي تجري في المنطقة؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. هذا موقف غير مريح للإدارة الأمريكية. من ناحية نريد الدفاع عن إسرائيل، وهذه كانت السياسات الأمريكية لعقود من الزمن، على الأقل الجيل القديم بكل تأكيد يدعم حماية إسرائيل، ولكن من الناحية الأخرى الدفاع عن نشاطات وإجراءات إسرائيل وما قد تقوم به في غزة أو في لبنان والتداعيات على المدنيين تحول إلى كارثة إنسانية، وهو أمر يجعل من الصعب من ناحية دعم إسرائيل، ولكن من الناحية الأخرى أن نرى هذه الأمور تحصل في عالمنا اليوم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. هذه الكارثة الإنسانية ليس أمرا ندعمه، فبالتالي هذا موقف صعب للغاية للشعب الأمريكي الآن والإدارة الأمريكية، ونرى أيضا لدى الجيل الشباب الأمريكي هناك غضب واستياء تجاه ما يحصل في غزة، وقد لا يكون هناك دراية بالتاريخ في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. فهذه المسائل بكل تأكيد تؤثر على الانتخابات
الأمريكية أكثر من الهجمات على المنشآت النفطية أو الأمور المشابهة. هذا أمر نرى أن المجتمع الأمريكي من أصول عربية يتأثر بها كثيرا عبر رؤية هذه الأمور تحصل، ونحن نرى أنه يؤثر على إدارة بايدن وعلى هاريس في الانتخابات. وأيضا الأمريكيين اليهود يتأثرون من هذه المواقف، وهناك انقسام، البعض راض من نتنياهو والبعض مستاء من نتنياهو. ولكن وجهة النظر تجاه إدارة بايدن بكل تأكد تؤثر من هذه المأساة في غزة تجاه المأساة الإنسانية، وهم يوجهون أصابع الاتهام تجاه الإدارة وتجاه بايدن لدعم إسرائيل وقيامها بهذه النشاطات التي تؤدي إلى حرب خاصة في غزة. طب إذا لماذا يعني هذا الكلام نسمعه منذ عام، منذ 7 من أكتوبر الماضي، ولا نرى تغييرا أو ضغطا حقيقيا تمارسه إدارة بايدن، وكما تقول بأنها ستدفع ثمن ذلك ربما في الانتخابات المقبلة؟ هل ستسمح إدارة بايدن لنتنياهو لحكومته بتوريطها في حرب لا تريدها، يعني بأن تكمل بدعم أقرب وأهم حلفائها رغم العبء الذي يشكله هذا الدعم حتى الآن على الإدارة الأمريكية؟ هذه نقطة مهمة للغاية، وأظن أن ما نراه هنا الأيام التي تصغي فيها إسرائيل لرئيس أمريكي أو للمخاوف الأمريكية وتقوم باتخاذ إجراءات تجاه هذا الأمر، أظن أن هذه الأيام لم نعد نشهدها خاصة مع نتنياهو، فهو يتخذ القرارات بنفسه ويقوم بما يريده، هو لا يسمح له بالقيام بهذه العمليات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تنتقده بشدة خاصة خلف الكواليس وتقول أن هذه النشاطات وقتل المدنيين بسهولة يؤذي إسرائيل ويؤذي الصورة الإسرائيلية حول العالم ويخلق إمكانية لإرهاب إضافي. فبالتالي هناك نقاش مع نتنياهو حول تكتيكاته الذي يعتمدها، ونتنياهو سوف يقوم بما يحلو له، فهذه الإدارة لا تسيطر على ما يحصل في تل أبيب وليس لديها التأثير الذي كان تملكه منذ سنوات. شكرا جزيلا سيد جيم تاونسند، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، كنت معنا من واشنطن.